المطلوب منا الآن أن نمثل الاقتران f x يساوي سالب 3 x تربيع زائد 8 بيانيا ونرى ما هي قيم x. دعونا نجرب مجموعة من قيم f x التي نحصل عليها لكل قيمة من قيم x ونعينهم ونمثل الاقتران بيانيا. دعوني أرسم جدولا هنا. إذن هذا سيكون x ودعونا نسمي هذا f x، ويمكن أن تكون قيم y مساوية ل f x. دعونا نفترض أن x تساوي سالب 2 ونقوم باختيار هذه الأعداد بشكل عشوائي. بإمكانك أن تختار سالب 3 ويمكن أن تختار 1.5، أنني أختار أعداد تكون قريبة من الصفر. على كل من الجانب السالب والموجب، والأعداد التي أفضل استخدامها هي الأعداد الصحيحة لأنها أسهل في التعامل وأفضل بكثير من استخدام عدد كسالب باي أو سالب 1.3 أو شيء من هذا القبيل. هذه نقاط عشوائية أعين بها المجال لكي يكون بإمكاني أن أعمم شكل. في هذه الحالة سيكون لدينا منحنى. الشكل المعمم للمنحنى وحتى أقوم بوصل النقاط. إذا كانت x تساوي سالب 2 فما هي قيمة f x؟ f x تساوي سالب 3 ضرب سالب 2 تربيع زائد 8، وسالب 2 تربيع تساوي موجب 4، وموجب 4 ضرب سالب 3. دعوني أكتب هذا، سالب 3 ضرب 4 زائد 8 تساوي سالب 12 زائد 8، أي ما يساوي سالب 4. إذن النقطة ستكون سالب 2 وسالب 4. يجب علي أن أبدأ بتمثيلها، لذا دعوني أرسم. سيكون هذا محور y، وسوف أضع قيم y عليه مهما كانت مخرجات الاقتران. إذن y تساوي f x، ودعوني أرسم x. دعوني أرسم محور x بهذا الشكل. دعوني أرسمه، أريد أن أرسمه هكذا. سأرسم محور x بهذا الشكل. إذن هذا هو محور x، وسوف أجرب النقاط. x تساوي سالب 2، x تساوي سالب 1، x تساوي 0، x تساوي 1، و x تساوي 2. وهذه هي النقطة الأولى، سالب 2 وسالب 4. دعوني أقوم بتمثيلها، لذا دعونا نفترض أن هذا سالب 4 وهذا سيكون موجب 4 وهذا موجب 8. إذن النقطة الأولى هي سالب 2 سالب 4. عندما x تساوي سالب 2 فإن f x عندما يكون مدخل الاقتران هو سالب 2 فإن المخرج هو سالب 4. تقع هنا، تلك هي النقطة سالب 2 وسالب 4. سالب 2 وسالب 4. دعونا نقوم بإيجاد واحدة أخرى. ماذا يحدث عندما x تساوي سالب 1؟ بالتالي f x تساوي سالب 3 ضرب سالب 1 تربيع. دعوني أكتبه سالب 1 تربيع زائد 8. سالب 1 تربيع يساوي 1، فيصبح لدينا سالب 3 زائد 8 وهذا يساوي 5. إذن النقطة سالب 1 و5 ستكون على الرسم البياني، سالب 1 و5. 6 تقع هنا، إذن 5 هنا. هنا إذن لدينا النقطة سالب 1 و5 وهي موجودة هنا، سالب 1 و5. ودعوني أرى ماذا يحدث عندما x تساوي 0. عندما x تساوي 0 فإن f x تساوي سالب 3 ضرب 0 تربيع زائد 8، هذا الجزء يساوي 0. إذن يساوي 8، أي سيكون لدينا النقطة 0 و8. 0 و8 تقع هنا. إذن تلك هي النقطة 0 و8. ومن ثم دعونا نرى ماذا يحدث عندما x تساوي 1. سيكون لدينا سالب 3 ضرب 1 تربيع زائد 8. 1 تربيع يعادل هذا، يعادل 1، وعندما تصل إلى سالب 3 زائد 8 فإن هذا يساوي 5. إذن هذه هي النقطة وهي 1 و5، ويتبقى لدينا نقطة واحدة. دعونا نرى ماذا يحدث عندما x تساوي 2. عندما x تساوي 2 فإن f x تساوي سالب 3 ضرب 2 تربيع
زائد 8 هذا يساوي سالب 3 ضرب 4 أي سالب 12 زائد 8 ويساوي سالب 4. إذن عندما x تساوي 2 فإن y تساوي أي f x تساوي سالب 4 وتقع هنا. ربما أنك ترغب بالمزيد من النقاط حتى تحصل على الشكل العام للتمثيل. سيكون المنحنى مفتوحا للأسفل، أي قطع مكافئ مفتوح للأسفل، ويمكننا أن نسميه وسيبدو هكذا، وسوف أرسمه بخط منقط حتى أتمكن أو نتمكن من إنزاله. سوف يبدو هكذا، لقد أفسدت الآخر. سوف يبدو، دعوني أرسمه بشكل أكثر استقامة. هذا المنحنى مثل الشكل الأساسي، كما أن الكمية القياسية خارجه قليلا، إذن سيبدو هكذا بهذا الشكل، والنقطة تقع هنا. وسوف أضع هذه النقاط بشكل أكبر، إنها تقع على الخط، لكنني أريد أن تبدو النقاط صحيحة. تلك النقطة تقع هنا، وهذه النقطة الأخيرة باللون الأزرق هي 2 وسالب 4. وإذا كنت تقول كيف لك أن تعرف كيفية انحنائه باستخدام هذه النقاط، بصراحة إن ذلك بفعل الخبرة السابقة. أعرف أنه قطع مكافئ، وإذا أردت أن تتحقق من ذلك فإنني بالفعل أحثكم على أن تأخذوا ورقة رسم بياني وتقوموا بتعيين النقاط بشكل دقيق، ومن ثم يكون بإمكانكم أن تجربوا نقاط مثل سالب 1 على 2 وموجب 1 على 2، وسترون أن شكل المنحنى سيكون هكذا. والشيء الذي ربما ستلاحظه هو أن المنحنى أو أن الجانب الأيمن من المنحنى يبدو كالجانب الأيسر من هذا المنحنى، حيث أن مهما كانت قيم موجب X التي تأخذها ستكون نفسها لقيم F X لقيم X السالبة. وهذا لأن في تعريف الاقتران مهما كانت قيمة المدخل سنقوم بتربيعه، فيما لو بدأنا بموجب 2 أو سالب 2 عندما تقوم بتربيع ذلك ستقوم بتربيعه وتحصل على القيمة نفسها. ولهذا السبب فإن أفل الاثنان تساوي أفل سالب 2، وهذا بالنسبة للجميع، وبالنسبة لأي عدد آخر أفل 1 تساوي أفل سالب 1.